بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الرجليون ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم حلول أشهر النور والبركة والخير، أشهر الرحمة والمغفرة والرضوان، كما نبارك لكم هذه الشريفة ليلة 27 من شهر رجب الأصب، ويومها الذي يعد عيدا من الأعياد العظيمة. كيف لا، وفيه كان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهبوط جبرائيل عليه السلام بالرسالة. في هذه الأشهر والأيام والليالي المباركة المحفوفة برحمة رب العالمين والتي تفتح فيها أبواب الدعاء والمسألة، نوصيكم ونوصي أنفسنا باغتنام الفرصة والتزود من مائدة العشق الإلهي وتعميق الارتباط الإيماني بالله تعالى ومناجاته في أطراف النهار وآلاء الليل، ولا سيما أننا نعيش عصر الفتنة والظلم وانقلاب المفاهيم، حيث أصبح الحق باطلا والباطل حقا. أيها المؤمنون، كما نحن بحاجة ماسة للدعاء وطرق باب الرحمة والرجاء، ونحن نتجرع من كأس المحن والمصائب والمآسي، ويحيطنا الأعداء المتربصون بنا من كل حلب وصوب، فليكن لسان حالنا في هذا الشهر وفي هذه الليلة المباركة لسان حال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: ربي إنك أمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد أتيناك سؤالا ومساكينا، وقد أنخنا بفنائك وبوابك نطلبنا إليك ومعروفك وعطائك، ثمن بذلك علينا ولا تخيبنا. في الختام نسأل الله تعالى أن ينصرنا على من ظلمنا، ويثبت أقدامنا، وأن يفرج كربنا، ويرحم شهداءنا، فك أسرانا، ويرجع مبعدينا، ويشفي جرحانا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا في زمرتهم. إخوانكم في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير. أفلح من صلى على محمد وآل.